في إطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة، انطلقت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالمستعمرة التابعة لإدارة القصير الصحية بمحافظة البحر الأحمر. وشهدت القافلة توقيع الكشف وصرف العلاج ل 289 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء 19 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين بقرى ومدن البحر الأحمر. هنا في عيادة الأسنان بنقدم خدمات مجانية للمريض، بيتم الكشف عليه وبنشوف إذا كان محتاج حشو، خلع، وجميع الخدمات بنقدمها بالمجان، وكمان بنصرف له العلاج بالمجان. بنقدم قفلة طبية، القفلة المريض بيجي بيقطع التذكرة بيخش على الدكتور يكشف عنده وبيصرف له الدواء والعلاج، بيتصرف أي تحاليل وأي أشعة مجانا بالكامل.